السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان اليوم عندنا مسائل تخص المسافر الصائم من أراد أن يقيم في بلده. مثلا إذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا ونوى فيه الإقامة، فهنا صورة: الأولى إذا كان دخوله قبل الزوال ولم يتناول المفطر، قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام. شلون؟ مثلا هو من أهل بغداد، سافر إلى مدينة كربلاء، ينوي الإقامة في مدينة كربلاء، إنه من 10 أيام فما فوق، ينوي الإقامة في مدينة كربلاء، ولكن وصل في نفس اليوم في مدينة إلى مدينة كربلاء قبل الزوال، قبل آذان الظهر، هنا يبقى على صيامه وصيامه مقبول إن شاء الله. وإذا أفطر بالطريق، يعني قال لك أنا ما راح أوصل خليني أفطر، يعني أكل شرب بالطريق ووصل إلى مدينة كربلاء، فهنا عليه ذلك اليوم القضاء بعد ذلك. الصورة الثانية: إذا وصل إلى مدينة كربلاء بعد الزوال بعد صلاة الظهر، فهنا عليه القضاء وذاك اليوم لا صيام له. لا تنسوني بأفضل دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.